يقول السائل: هل يجوز الجرح والتعديل في هذا الزمن؟ وهل يجوز نشره على عامة الناس وطلبة العلم أم لا؟ الجرح والتعديل هذا من علم الإسناد، من علم أسانيد الحديث، وهذا إنما يختص بالعلماء، يختص بالعلماء المحدثين. أما الأطفال والمبتدئون والجهال فلا يجوز لهم أن يدخلوا في ما لا يحسنون. نعم.